انت بقيت اشهر مننا دلوقتي ما شاء الله عليك. شيل ايدك برده مش كده. انا حابه اعرفكم بنفسي، انا صاحبه الترند اللي قلب الدنيا من امبارح، نورهان حفظي. تمام، اولا انا مش شايفه موضوع للترند، تمام، ومش شايفه موضوع للاستظراف، ومش شايفه موضوع للناس اللي فجاه بقت عايزه تاكل كوارع وجمبري ونقح عليهم الفسفور دلوقتي. تمام، انا كل الحوار ان انا ماضيه مع شركه الكينج وداخله معاهم فيلم الطارود ومسلسل، تمام كده. رحت عشان اقرا المشاهد بتاعتي واعمل بروفا وراجع على الشغل بتاعي، لقيت اللي هو محمد بتاع الكشري ده، ولا معرفش بتقولوا عليه ايه. تمام، انا لقيته، انا على فكرة اول واحدة واول حد اتريق عليه اصلا ونزل له بوست فيه استفزاز، ده هو انا. فانا اول ما رحت، انا عموما ما بحبش اشوف راجل بيعيط قدامي. تمام، يعني ممكن مثلا الحريم اوكي تعيط، معروفة ان احنا بنعيط، انما راجل مش شرط البني ادم ده. اوكي، انا عموما ما بحبش اشوف حد بيعيط قدامي. فانا رحت بقرا السكريبت بتاعي وقاعده، فلقيتهم بيتكلموا. طبعا انا من ساعه ما دخلت لقيتهم بيصوروه وبيضحكوا معاه وبيهزروا معاه، وبحس ان وحسيت ان هم عايزين يطلعوه من مود معين. فانا قاعده ماليش علاقه باي حاجه، يعني انا قاعده في المكتب ماسكه السكريبت، حتى باين عندكم في الفيديو ان انا ماسكه المشاهد بتاعتي وبقرا فيها. ففجاه لقيته بيعيط وبيقول انا مش عايز امثل ولا اغني، انا بدور على شغل. فصعب عليا، فرحت مطبطبه عليه. يعني انا طبطبت عليه، ما يعني انا طبطبت عليه، نمت قمت لقيت الدنيا مقلوبه. اما لو كنت خدته بالحضن، ايه يا جماعه، ايه وناس يعني داخله تستظرف، وشبيهة ندى الكامل مرات عمر كمال، ما اعرفش راح، انتوا خليتوني شبيهة، يعني انا بقيت شبيهة. وعلى فكره اللي جاب القلعه جنب البحر، ما فيش اي شبه بيني وبينها تماما خالص، وان شاء الله مش هيكون فيه في اي، ما علينا. هيدخل حد دلوقتي ظريف يقول لي اصل انتي مش شبهها شكل، انتي شبهها في من زوايا تانية. هنضحك، حاضر، اوكي، برضو لا مش شبهها برضو في الزوايا التانية اللي انت تقصدها، برضو هي حتة وانا في حتة تانية. فياريت يا جماعة ايه، نهدى شوية، مش كده، مش اي حاجة تطلعوه. فين الترند اللي انتوا طلعتوه؟ يعني انا صحيت لقيت نفسي ترند، بس انا عملت ايه؟ انا عملت، اقسم بالله انتوا شعب تافه، اقسم بالله. وتقول اخر تقول اصل احنا مش عايزين وجع دماغ، احنا ايه يا عم بلاش، ما انتوا اللي بتجيبوا وجع الدماغ لنفسكم، ما انتوا اللي بتطلعونا ترند، ما انتوا اللي بتطلعونا ترند وفي الاخر، يعني انتوا اللي بتقولوا مش عايزين وجع دماغ، طب ما انتوا اللي بتطلعوا وجع الدماغ، انتوا اللي بتطلعوا وجع الدماغ. وبعدين سايبين لي الموضوع كله والحوار وماسكين في المزه، يعني ما تروحوا تمسكوا في حاجه تانية بدل ما انتوا مش فاضيين غير للهبل ده. انا مش فاهمه بصراحه، يعني روحوا كده اطلعوا اعملوا فيديوهات قولوا فيها محدش ينزل يوم 11 عشان خلي بالكم من عيالكم ومن بيوتكم، اعملوا حاجه مفيده، ما تعملوش للتفاهه سعر. انا بقول انا، انتوا عملتولي ترند وانا ما عملتش حاجه، يعني انا ما عملتش حاجه واستظراف وكانت عايزه محل كوارع وكانت عايزه محل مش عارفه ايه وكانت عايزه محل، والله يعني انا مش متخيلاكم بصراحه، مش ايه ده، ايه اللي احنا بقينا فيه ده، وايه التفاهه دي؟ يعني سايبين الحوار وسايبين الولد وسبتوا البلد ومسكته في المزه اللي كانت قاعده جنب معرفش ايه، يا عالم ايه الحيحانه دي؟ ما نمسك نفسنا شويه يا جماعه، مش كده يعني نمسك نفسنا شويه. وبعدين معلش يعني الموضوع ما كانش اوفر، ولا انا قاعده لابسه حاجه مفتوحه ومطلعوا لكم حاجاتي ولا ايه، ما يعني بالراحه، مش كده يعني، مش كده. ده حتى الكومنتات على الـ على الـ على الموضوع بقذاره وسفاله، في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهمة، يعني انا عموما احب اقول لكم من موقعي هذا ومن شقتي المتواضعة، انتوا عالم تافه، وربنا انتوا عالم تافه، يعني انتوا بتحبوا التفاهة. انا ما بقتش ترند غير على حاجة تافهة، فوالله ما عارفة اقول لكم ايه، بشكركم قوي بصراحة.
الله يهديكم الله يهديكم. ومفيش رد. انا كنورهان ما عملتش حاجه غلط، انا قاعده بقرا في السكريبت بتاعي وكل الفيديو واضح جدا، ولقيت شخص بيعيط فقلت له بهدي. وطبعا في ناس تقول لك مين نورهان، انا ولا حاجه، انا مش معروفه اصلا، انا ما تعرفتش غير امبارح، يعني الدنيا ما اتقلبتش عليا غير امبارح، انا مش معروفه، انا واحده لسه، انا موديل اصلا اوكي، ولسه بادئه في التمثيل وجه جديد، لسه هعمل تمام، وكنت لسه هعمل، فانا مش معروفه يا ظريفه ولا يا ظريف، انا لسه ما حدش شافني اوكي، انا عارفه الكلام ده، انا ما حدش شافني غير امبارح بالفعل، فانا ما قلتش ان انا حد واو. ما علينا، الله يهديكم، باي باي.